آخر حاجة كنت أتصورها إن بنتي تبص الواد زي ده ابن المدرس. عارفة شكري، أنا بتهيالي إن أنا غلطت إن أنا سبتها لمامتها تربيها، وغلطت كمان إن أنا وافقت إن مامتها تدخلها مدرسة قومية بألفين جنيه في السنة، كنت بدفعهم أنا طبعا، مش كده ولا إيه؟ بس أنت برضو بعدت كتير يا فؤاد، انشغلت بالمشاريع والفلوس. لا 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 لا، أنا مش بعدت، أنا اتلهيت. اتلهيت وما خدتش بالك؟ لا وأنت الصادق، اتلهيت وما خدتش خوانة. بس برضو آخر حاجة كنت أتصورها إن بنتي تبص الواد زي ده، وده طبعا عشان الواد ابنك ما طلعش جدع، ما طلعش دونجوان يعني. بنت زي دي تفلت من ايده ازاي؟ ما هو ما اداش خوانه هو كمان، يبقى طالع لي. واللي ما يطلع لأنكل فؤاد نصار يطلع ابن شكري عبد الرؤوف. عظيم، انت الليله دي بتقول حكم درر. بس انا مش قادر اتصور ازاي بنتي تبص الواد زي ده. صح 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 صح، والله ما انا فاهم يا شكري، البنت غاويه ايه، تخت وصبوره وتعمل جداول في البيت، هو ده الشوار وجرس. بس على مين يا صاحبي؟ على مين بقى بعد المشوار ده كله؟ الفلوس كلها اللي انا عملتها دي تروح للواد ده؟ بس انت بعدت يا فؤاد. عندك حق، عندك حق، أنا بعيد، بس أنا هقرب، وحياتك عندي لأقرب، وأنت عارف حياتك عندي غالية قد إيه، يعني أنت عملت بلاوي كتير في حياتك، بس أنا برضو خلصتك منها بطريقتي، ومنساش إن لك الفضل إنك أنت وريتني السكة إزاي، لكن أنا بقى خلصت كل حاجة عشان نبقى خالصين. لا يا حبيبي، لا، مفيش حاجة اسمها خلصين، احنا عايزين الواد والبت يتجوزوا ويلموا الفلوس، الفلوس اللي احنا لميناها. عندك حق، انا هقرب، هقرب قوي، هرجعها بنتي، بنت فؤاد نصار، بنت فؤاد باشا نصار. ايه يا ابني انت مقلق كده ليه؟ انت في حد جنبك؟ يا سلام، طب ما انا اللي بدفع فاتوره التليفون. ايوه بابي هو اللي بيدفع عادي. يا سلام، يعني هو هيحاسبني على مكالمه التليفون؟ لا هو بس ممكن يقطع عني الحراره وياخد الخط لو عارف ان انا بكلمك انت. بقول لك ايه، اقفل دلوقتي، ده تقريبا بابي. باي باي. ممكن ادخل؟ طبعا يا بابي، اتفضل. طب انا عايز اعرف، يعني قفلت السكه ليه اول ما دخلت؟ ابدا، يعني اصلا انا خلاص كنت خلصت المكالمه. مش صحيح، انت قفلت السكه عشان انا دخلت. عموما انا اسف جدا اني قطعت خلوتك، I'm really sorry. Don't worry، يعني مفيش حاجه حصلت. ما هو لو انت كنت متاكده ان علاقتك بابن المدرس صح، كنت كلمتي قدامي، قدام الناس كلها في النور، كنت تبقي فخوره بيه. مش برضو هو كان ابن المدرس اللي كنت بتكلميه؟ ايوه هو، بس يعني انا قفلت عشان بحترم حضرتك. وكل مره بتكلميه هتقفلي السكه عشان تحترمي حضرتي؟ مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه بالظبط. انت مش بس مش فاهمه حضرتي، انت مش فاهمه حاجه خالص. شوفي، البنت اللي بتحترم باباها تحترم جهده العمر كله، وانا عمري كله بسلمه ليكي، وانت للاسف مش مقدره ده خالص. كان لازم تسالي ألفت، الفلوس دي كلها انا عملتها ازاي وليه؟ الفلوس اللي انت عايزه ترميها تحت رجلين اخ ابن المدرس، الفلوس دي اللي بسببها خسرت اعز انسان عندي في الدنيا. عارفة مين أعز إنسانة في حياتي كلها؟ ماما. مامتك في لحظة خيرتني ما بينها وبين الفلوس، للأسف ما كانتش فاهمة، ولحد دلوقتي مش فاهمة إن كل اللي عملته ده كان عشانها وعشانك. كنتش عاوز بنتي الوحيدة تلاقي نفسها فقيرة ومحرومة
زي انا ومامتك ما كنا اتنين موظفين غلابه. وطبعا حضرتك فضلت تجري ورا الفلوس. انت عارفه لو قلت لي انك مش عايزه الفلوس او مش عايزه تحافظي عليها يبقى كانك قضيتي عليا، ضيعتي كل اللي انا اشتغلت عشانه في حياتي، عمري، ثروتي، مامتك، كل ده مش مهم. المهم انت يا نجار. انا ما عنديش استعداد خالص ان انا اخسرك، مش هستحمل اني اخسرك. انا محتاجك، محتاجك تقفي جنبي، انا ماليش حد غيرك. عشان كده انا بفكر ان انا ابعتك امريكا تدرسي هناك عشان تقدري تحافظي على عمري اللي انا هسيبه امانه بين ايديكي. حضرتك عاوزني اسافر امريكا؟ ايوه. انا همشي، مش هعيش لك العمر كله يا نجار. همشي زي ما كل الناس بتمشي. وانتي مش عيله صغيره، عارفه انتي لو كنتي فقيره كنت كرهتي زميلك، كرهتي اهلك، وكرهتي الناس كلها، وكرهتي نفسك كمان يا حبيبتي. وانا مش هسمح لبنتي انها تكره نفسها ابدا.